فرح ماما. يلا حبيبتي عشان نتغدى. انا اصلي رجعت من النادي نمت تعبانه جدا، نمت ما ادريتش. على فكره الدكتور خالد عامل الحفله بكره بالليل عنده في الفيلا بمناسبه افتتاح المصنع الجديد وعزمك. بجد يا ماما؟ وهو اللي قالك تقولي لي احضرها؟ ربنا يخليكي ليا يا احلى ام في الدنيا. بقول لك ايه بقى ماما، ايدك على 500 جنيه عشان اروح اشتري فستان سواريه تحفه احضر بيه الحفله دي، عايزه ابقى احلى واحده فيها. انتي احلى واحده في الدنيا. مبروك. الله يبارك فيك. مساء الخير. ازيك يا دكتور؟ اهلا. مساء الخير. ميرسي قوي يا دكتور انك عزمتني على الحفله. طبعا مش معقول اعمل حفله من غير ما اعزمك يا فرح. طول عمرك شهم ورقيق وجنتلمان يا دكتور. متشكر. ها ايه رايك بقى في فستاني الجديد؟ انا اشتريته مخصوص عشان الحفله. حلو قوي. عن اذنكم ارحب بك. رقيق قوي دكتور خالد يا ماما، فعلا شهم وجنتل. في حاجه يا ماما؟ لا يا حبيبتي، للدرجه دي انت مبسوطه انك جيتي الحفله؟ طبعا يا ماما، حضرتك ما تعرفيش دكتور خالد عزيز عليا قد ايه. اتفضلي يا ماما. ميرسي يا حبيبتي. طب ما قلتليش يا ماما، هو دكتور خالد عمل ايه في موضوع طلاقته؟ وانتي ايه اللي يهمك في الموضوع ده؟ لا طبعا يهمني يا ماما، دكتور خالد ما بقاش غريب عننا، وبعدين اكيد طبعا لازم تهمنا يعني اموره العائليه وبعدين بيني وبينك بقى يا ماما انا مبسوطه ان هو طلق الست دي. اشمعنى؟ يعني هو يستاهل ست احسن منها، ست تحبه وتقدره، تحبه بجد من قلبها وتاخد بالها منه. ماما ممكن بعد اذنك اروح اقول له حاجه؟ دكتور خالد ممكن موبايلك ثواني؟ انا اصل شحن الموبايل بتاعي خلص وعايز اعمل تليفون. اتفضل. كده رقمك الجديد بقى معايا، انا اصلي طلبت الموبايل بتاعي من تليفونك. وميرسي تاني على عزومتك ليا، ولو اني كنت اتمنى انك تعزمني بنفسك. معلش انا كنت مشغول شويه. بكرة مفيش حاجة في الدنيا تشغلنا عن بعض. عن اسمك. حتى انت؟ كلكم بتخبوا عليا؟ انا اخر من يعلم؟ طب هي صغيرة وانت؟ ارجوكي ارجوكي تهدي يا فاتن. اهدى ازاي؟ طب انت اب وعارف يعني ايه تبقى عايش مع بنتك وكأنك ما تعرفهاش وما تعرفش عنها حاجة. انا بنتي بتحبك ومتعذبة في حبك، وانا ولا دريانة؟ ده انت الانسان الوحيد اللي ائتمنته على بيتي وعيالي. انا عايزه اعرف وعايزه اسمعك وعايزه افهم ايه اللي حصل بالظبط. طب اهدي بس، انا اتصورت انها بتعتبرني زي المرحوم والدها، وعشان كده كنت بعملها بالطريقه دي. عمري ما اتصورت انها هتفكر فيا كحبيب مش كاب. صدقيني انا اتفاجئت واتصدمت زيك بالظبط. انا قلت لها في المكتب هنا ان انا بعتبرها زي بنتي ومستحيل افكر فيها باي طريقه تانية، لكن بكل اسف ما فهمتش كلامي ولا قدرت تستوعبه. كنت لازم تقولي ساعتها انا امها، هي مالهاش غيري وانا ماليش غيرها. جايز ان انا غلطت في تقدير الامور، لكن يا فاتن انا شايف مشاكلك قد ايه ومحبتش ازود عليهم مشكله. انا تصورت ان كلامي الفرح هيفوقها. لا انت خفت تقولي ان بنتي بتحبك، عارف ليه؟ عشان خفت على المشاعر اللي بينا. ما اقدرش انكر واقول لا. وسبتني نايمه في العسل، سبتني نايمه في العسل طول الوقت ده. انا مش متصوره نفسي ام زي اي ام تانيه ما تعرفش اي حاجه عن ولادها. ارجوكي تهدي يا فاتن، ما تعذبيش نفسك. انت ما قصرتيش في اي حاجه والغلطه مش غلطتك. امال غلطه مين؟ امال غلطه مين؟ اتفضل. بقدم لك استقالتي. وفكرك ان ده هيبقى حل المشكله؟ عشان ابقى جنب بنتي واحللها مشاكلها. بنتك يا فاتن زي بنتي.
تفتكر يعني ان لو بنتي وقعت في مشكله هتخلى عنها؟ ولا انت شايفه غير كده؟ مش عارفه اشوف ايه. ارجوك يا فاتن اجلي موضوع الاستقاله ده، ويا ريت ما تاخديش اي قرار وانت منفعله بالشكل ده. انا كنت فاهمه ان فرح بتعمل ده كله عشان تقربني من خالد، اتضح ان هي اللي بتحبه. انا لولا البوم الصور والموبايل اللي انا جربته ولقيت فيه نمره خالد انا ما كنتش صدقت انها بتحبه، عشان كده قلت لها تيجي الحفله، عايزه اتفرج عليها، عايزه اشوف هي هتتصرف ازاي. بعدين خالد اعترف لي بالحقيقه. انا مش مصدقه ان بنتي اللي عايشه معايا في بيت واحد وفي حضني انا ما اعرفش عنها حاجه ومخبيه عليا كل حاجه. طب انت عايزاها تقول لك ايه؟ هو ده كلام يتقال؟ بس على فكره خالد مشخص حالتها صح، البنت فعلا محتاجه حنان وحب. انا عمري ما بخلت عليها بحبي وحناني. يا حبيبتي هي محتاجه حب وحنان من نوع تاني خالص. واللي بيتولدوا متيتمين ما بيعملوش كده ليه؟ كل قاعده ولها شواذ، وظروف البنات مش زي بعضها. فاتن حاولي تهدي، مشاعر بنتك دي مشاعر مؤقته ومصيرها هتروح، المهم بس ان انت تعالجي الامور باهدى من كده. انت قدها وقدود. ايوه يا ماما، انا اللي طلبت من تامر يروح لدكتور خالد ويقول له انك تشتغلي معاه. وانا اخر من يعلم؟ ماما شغلك مع دكتور خالد ما وقفش علينا بخساره. انا اللي حدد خسارتي ومكسبي مش انت، شوفي نفسك الاول. الحب مش عيب يا ماما. حب؟ انت ايش فهمك في الحب؟ وانهي نوع حب؟ الحب دي كلمه كبيره جدا عليكي. انا كمان كبرت. كبرتي؟ كبرتي على نصيحه امك؟ صدقيني انا كنت ناوي اقول لك بس في الوقت المناسب. امتى الوقت المناسب ده كان هيجي عشان انصحك؟ انا عارفه ايه الصح وايه الغلط. انت مش عارفه لا صح ولا غلط ولا اصول. انا اسفه ما اقصدش. انت لو كنت عارفه تميزي بين الصح والغلط كنت عرفتي حقيقه مشاعرك. انا عارفه مشاعري وفاهمها كويس يا ماما. ومتاكده من مشاعره هو كمان؟ هو في الاول قال لي انه بيحبني زي بنته، بس انا واثقه ان مش هي دي الحقيقه. لو كانت هي دي الحقيقه يا ماما ما كانش طلب منك ان انا اروح الحفله. ده غرورك اللي اكد لك الكلام ده. الراجل ما طلبش مني كده، انا اللي قلت لك تروحي الحفله. حضرتك اللي عملتي كده؟ ايوه انا اللي عملت كده عشان اشوف تصرفاتك، عشان اكد لك ان هو بيحبك زي بنته. لا مستحيل، لا يمكن. لو كنت صرحتيني من الاول كنت فهمتك مشاعره من ناحيتك ايه، عشان ما تعيشيش في الوهم اللي انت عايشه لي فيه. ماما خالد لا يمكن هيكون لوحده غيري، وحتى لو ما كانش بيحبني النهارده بكره هيحبني زي ما انا بحبه. يا عيني عليك يا بنتي،